أهلا بكم من العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ من منافسات دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة بنسختها الخامسة والتي انطلقت هذا اليوم في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان. هذه البطولة التي تستمر لغاية 27 من الشهر الحالي بمشاركة آسيوية عراقية خالصة، إذ تزين استاد الملعب الرئيسي لعاصمة تركمانستان عشق آباد ورفع العلم العراقي وعزف النشيد الوطني للوفد العراقي وسط حضور حكومي جماهيري، حيث تبادل رئيس بعثتنا جميل العبادي ومسؤول الدورة المنظمة الهدايا التذكارية، وتم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة بحفل كبير أقيم في الملعب الرئيسي للقرية الأولمبية، إذ يترقب الجميع فقرات هذا الكرنفال لما شهدناه من تحضير مميز لا يمكن أن يوصف من خلال البنية التحتية لهذه القرية الرياضية الجديدة التي شدت انتباه جميع من وصل إليها. يذكر أن رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي قد وصل إلى العاصمة عشق آباد لحضور منافسات دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة بنسختها الخامسة. إذن هذه كانت اللقطات الخاصة بحفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة الخامسة في مدينة عشق آباد العاصمة التركمانستية. أكيد الفريق العراقي، البعثة العراقية، رياضيون عاهدونا على أن يحققوا نتائج إحنا بأمس الحاجة إليها، وربما تواجد الكابتن رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية يمكن راح يعطي الدعم الحقيقي والنفسي لدى البعثة العراقية بوجود الكابتن رعد حمودي لهذه المنافسات. أكيد رح نكون معكم أولا بأول في تغطية لأحداث هذه البطولة وأيضا نتائج رياضيين، لأن احنا نشارك بثمان فعاليات. مشاهدينا الأحبة، اتحاد الكرة العراقي أعلن هذا اليوم إلغاء المباراة الودية مع الفريق الليبي الشقيق اللي كان من المقرر أن يقيمها الاتحاد العراقي مع الأشقاء على ملعب أربيل في طريق رفع الحظر التام عن الكرة العراقية، وأيضا من ضمن المباريات اللي الفيفا الحقيقة ينتظر نتائج احتضان المباريات الودية. الاتحاد العراقي تحدث في بيان أنه قرار إلغاء المباراة جاء بسبب تأخر الاتحاد الليبي في استحصال موافقة الاتحاد الأفريقي قبل 21 يوم من موعد إقامة المباراة حسب توجيهات الاتحاد الدولي فيفا، ورغم استحصال موافقة الاتحاد الآسيوي على إقامته لكن الأشقاء والاتحاد الأفريقي لم تأتي الموافقة إلى يومنا هذا، بذلك يكون المنتخب العراقي قد فقد فرصة اللعب أمام منتخب عربي شقيق كبير على أرضه في طرف طريق رفع الحظر عن ملاعبنا الدولية. الحقيقة هذه الأخطاء اللي تحصل هي أخطاء إدارية واردة جدا، لكن احنا فقدنا فرصة اللعب أمام فريق كبير مثل الأشقاء الليبيين المعروفين بقوتهم على مستوى البطولات الأفريقية، على مستوى الأداء العام للفريق، وأيضا هي تأتي من ضمن اختبارات الاتحاد الدولي فيفا للاتحاد العراقي لكرة القدم، لأن احنا نرجع ونقول انه هاي المباريات الرسمية اللي من خلالها الفيفا يعطينا درجة أحقية بتنظيم المباراة ام لا، وبالتالي احنا مباريات الأساطير والكرنفالات والاحتفالات لا تأتي في التقييم العام برفع الحظر عن الكرة العراقية الا وجود مباريات تأتي في ايام الفيفا دايز،
وبالتالي احنا خضنا مباراة واحدة امام الاشقاء الاردنيين في ملعب جذع النخلة، وننتظر ايضا قدوم الاصدقاء الكينيين لنلعب هذه المباراة، وبالتالي على الاقل العراق يلعب اربع مباريات. الفيفا قال على الأقل مضمون أربع مباريات خلال فترة 3 أشهر، وبالتالي من خلالها نقدر نقيم الأداء العام. أكيد نتمنى الموفقية والنجاح لكرتنا العراقية، لجمهورنا باحتضان كم كبير من المنتخبات الشقيقة والصديقة على الملاعب العراقية. مشاهدينا الأحبة، إنجاز آسيوي جديد يتحقق للرياضة العراقية، طرزه أبناء القوة البدنية بعد أن ظفروا بالوسام الذهبي والمركز الأول للعراق في هذه البطولة اللي اختتمت قبل أيام في العاصمة الفلبينية مانيلا، وبالتحديد في مدينة كويزون. الحقيقة المنتخب الوطني العراقي تمكن من إحراز ميدالية ذهبية والمركز الأول من بين الدول الآسيوية المشاركة في هذه البطولة، هي اليابان، تايوان، إيران، هونغ كونغ، لبنان، كازاخستان، الهند، فلبين، أوزبكستان، منغوليا وأندونيسيا والعراق. طبعا الفريق الكازاخستاني حل ثانيا والفلبين ثالثا. الحقيقة يعني الشيء اللي احنا يجب أن نتحدث عنه، وللأسف الشديد هذا المنتخب وهاي البعثة العراقية البطلة اللي حققت هذا الإنجاز الكبير والرائع وصلت إلى أرض الوطن بغياب مسؤولي الرياضة وبغياب الاستقبال الرسمي والحفاوة اللي تتناسب ويا حجم البطولة الآسيوية. الحقيقة إحباط كبير نقله اللاعبين ورئيس الاتحاد وزملائنا الصحفيين والإعلاميين، وحملونا رسالة عبر برنامج الشوط الثالث أن نصل بهذا الإحباط اللي كانوا أبطال العراق يمنون النفس باستقبال الرسمي بحفاوة بتكريم، لا سيما بعد أن حققوا إنجازا رائعا وكبيرا ورفعوا راية الله أكبر في هذه الصور الحصرية التي تعرض لحضراتكم عبر الشوط الثالث من الشرقية نيوز، واللي نشكر زميلنا الإعلامي حسن السعدون اللي وافانا بهذه اللقطات، واللي من خلالها الحقيقة نصل بعتاب هؤلاء الأبطال إلى مسؤولي الرياضة العراقية وإلى مسؤولي اللجنة الأولمبية العراقية، هذا الاتحاد، اتحاد القوة البدنية، رياضية القوة البدنية اللي حصلوا على هذا الإنجاز الكبير الرائع. ترى بطل آسيا مو بالهين، بغض النظر عن هذا الاتحاد إذا كان أولمبيا أو غير أولمبي، المفروض هذا الاتحاد يدعم لأنه طلعوا يمثلون العراق وطلعوا بكتاب رسمي وطلعوا بأمر إيفاد. فإحنا الحقيقة ما نريد نفسر هذه التفسيرات، لأنه الاتحاد هذا اتحاد ما بي شعبية وما بي جمهور وما بي متابعين. لا، برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز داعم لكل هذه الاتحادات حتى وإن ما كانت أولمبية. وإحنا بصراحة مستغربين عندما يأتي أبطال بحجم بطولة آسيوية وبميداليات وفرحانين وبعثونا صور. يعني أول شيء البطولة ما تغطت، الوفد طلع بنفقات تقريبا أكثرها على تحملوها هم ذاتيا، وبالتالي غاب المنسق الإعلامي وغاب الدعم الإعلامي وغاب الدعم المالي، لكن حبهم لراية الله أكبر جابونا النصر وجابونا ميدالية ذهبية، وسام ذهبي من بين دول إلها باع طويل في كل المجالات الرياضية والثقافية والفنية والسياسية، لكن أبطال العراق جابونا. وبالتالي ماكو استقبال رسمي. هسا قشمروهم حتى لو بهذا الورد الاصطناعي اللي قشمرتوا به المنتخبات، جبتوا لهم ورد اصطناعي من هذا بالدينار ونص وطيتوهم اياه، ووعدتوهم بقيعان ووعدتوهم بسيارة، ما رادوا، لا رادوا قيعان ولا رادوا سيارات ولا رادوا ملايين، رادوا كلمة طيبة، استقبال، حفاوة، صور. قشمروهم مع الاعتذار لهذه المفردة، واحنا ما نريد الرياض العراقي يتقشمر، لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد نحن في هذا المنبر الحقيقة مستاءون، واحنا صوتنا انضم الى صوت هؤلاء الابطال اللي قريبا راح نخصص حلقة عنهم وعن هذا الانجاز، لانه ما يصير، ما يصير بطل عراقي يجيب ميدالية ذهبية آسيوية بغض النظر عن حجم البطولة، بطولة آسيوية وطلعوا رافعين راية الله أكبر ولابسين الفانيلات اللي بيها العلم العراقي، وهذا شرف ما بعده شرف. فما أعرف شنو السبب، بانتظار الرد قريبا. أيضا مشاهدين الأحبة، معاناة إدارة نادي الزوراء تتفاقم
شيئا فشيئا. وطبعا المشكلة الخاصة بتنفيذ الملعب جعلت إدارة نادي الزوراء الآن تدخل في دوامة أخرى، لا سيما وأنه جولة التراخيص الآسيوية الحقيقة الآن سيف على رقاب جميع الأندية. الشركة المنفذة لملعب نادي الزوراء متوقفة عن العمل منذ شهر، وهذا التوقف بالحقيقة لأسباب مالية سيجعل إدارة الزوراء تدخل في مشكلة أخرى هي مشكلة الملعب الخاص. الحقيقة مصدر مقرب في وزارة الشباب لبرنامج الشوط الثالث قال أن العمل متوقف في ملعب الزوراء منذ فترة وسيستمر التوقف تباعا. المصدر أكد أن تعطل العمل جاء بسبب إيقاف التخصيصات المالية للمشروع من قبل وزارة المالية، والجميع بانتظار إطلاقها مرة أخرى لأجل معاودة العمل. وأشار إلى أن وزارة الشباب والمالية وعدت بصرف الأموال خلال الأسبوع المقبل لتعاود الشركة لممارسة عملها. أيضا هذا الموضوع بصراحة وين نخلي بيا خانة؟ بخانة التقصير، غياب المخصصات المالية. يا جماعة وزارة الشباب السابقة هدمت الملعب بعشر دقائق، جابت شركة وخلت ما أعرف إيش وهدمتها للملعب، هذا الملعب الأزلي، الملعب اللي يعود تاريخه إلى الستينيات، ملعب الشالشية، ملعب أمجاز أتر عليهم أحسن من ماكو. لكن إحنا من 2009 و 2010 إلى الآن ما بنى الملعب في الوقت اللي كنا نتمنى انه الملعب يكون خلال فتره معينه امدها 36 شهر، رغم انه هذه الفتره طويله جدا لان كل ملاعب العالم ما تنبني اقل من 3 سنين، لكن احنا ملاعبنا 5 سنين و6 سنين و7 سنين، واكو مثل يقول جيب ليل وخذ عتابه، وتالي شلون هم ما حد يعرف. يعني الان معاناه نادي الزوراء مستمره وراح يظل يركض على ملعب، واذا طبقت المعايير الآسيوية الجديدة للأندية المشاركة بالدوري معناتها الزوراء والجوية والطلبة والشرطة أيضا راح ندخل في متاهة جديدة. نتمنى أن تطلق المنح المخصصة لكل المشاريع المتوقفة اللي تخدم لزيادة البنى التحتية الرياضية لأنديتنا. هذه كانت أهم القضايا في محور الشوط الثالث لهذا اليوم في جزئه الأول. سنذهب إلى المباراة الودية والمعسكر التدريبي لمنتخب ناشئة العراق الذي دخله منذ 3 أيام وتكلل بمباراة تجريبية لمنتخب ناشئة العراق الذي يستعد لنهائيات كأس العالم بمباراة ودية مع الأشقاء منتخب الشباب الأردني، واللي حقق فيها فريقنا للناشئين فوزا بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب البتراء. نتابع هذا التقرير اللي أعد القسم الرياضي في قناة الشرقية نيوز، قرأه الزميل محمد الخفاجي، ونعود للحديث في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم. نتابع. بهدفين دون رد تغلب منتخبنا الوطني للناشئين على منتخب شباب الأردن في المباراة التجريبية التي جمعتهما على ملعب البتراء في العاصمة الأردنية عمان، وذلك في إطار تحضيرات ناشئين لنهائيات كأس العالم التي ستقام في الهند خلال شهر تشرين الأول القادم. الشوط الأول من المباراة لم يرتقي إلى مستوى الطموح، حيث لم يقدم منتخبنا ما يشفع له بتسجيل الأهداف والتفوق على منافسه الأردني، ليجري المدرب قحطان شثير عددا من التبديلات في شوط المباراة الثاني تمكن من خلالها تغيير أداء الفريق سيما من الناحية الهجومية. هجمات متواصلة وتهديدات مستمرة على المرمى الأردني نجم عنها تسجيل هدفين عن طريق اللاعبين محمد داود وبسام شاكر، لتنتهي المباراة بهذين الهدفين دون أي رد من منتخب شباب الأردن. وعلى الرغم من تحقيق الفوز والظهور بأداء مقنع في أغلب أوقات المباراة، إلا أن الملاك الفني ما زال يشكو ضعف الإعداد وعدم موازاته للحدث المرتقب، حيث من المفترض أن يدخل هذا المنتخب معسكرات على مستويات عالية في أوروبا أو أمريكا، إلا أن ضيق ذات اليد وتقشف اتحاد الكرة حجم من تحضيرات هذا المنتخب، الأمر الذي قد ينعكس نفسيا على اللاعبين ومدربيهم وليس على المستوى الفني فقط. لبرنامج الشوط الثالث محمد الخفاجي.
يعني انت تدري استاذ محمد صار لنا اكثر من شهر ما لاعبين مباراه تجريبيه، يعني من مباراتنا مع منتخب شباب البحرين ادوا اللاعبين الواجبات اللي اعطاها الكادر التدريبي. تقريبا احنا يعني طبقنا بعض اللي نريده في بطوله كاس العالم كاساس دفاعي، وحصلنا على هدفين وقدموا مباراه جيده. يعني منتخب شباب الاردن منتخب جيد، لاعب اكثر من 10 مباراه تجريبيه، واعتقد هذه الفائده تعود الى منتخبنا في المرحله القادمه. الحمد لله والشكر، صار لنا هواي ما لعب مباراه تجريبيه، هاي مباراه الحمد لله قدمنا مستوى يليق بينا ويليق باسم الكادر التدريبي، وان شاء الله نكون عند حسن الكادر التدريبي والشعب العراقي وندخل كاس العالم جاهزين ونحقق شيء يليق باسم العراق. الحمد لله والشكر، خصوصا المباراه الاولى غلبنا على المنتخب الاردني بهدفين مقابل لا شيء. اكيد استفادنا كثير من هاي المباراه، نتيجه جيده بالاضافه للمستوى. الان عندنا مباراه ثانيه طموحنا نقدم نفس المستوى وان شاء الله ندخل جاهزين لكاس العالم ان شاء الله. إذن حقيقة هذا هو التقرير اللي عديناه لحضراتكم اللي يتحدث عن مشاركة منتخب الناشئين في معسكر ربما سيكون الأخير قبل الدخول إلى نهائيات كأس العالم اللي راح تنطلق في الهند بداية شهر 10. الحقيقة سادتي المشاهدين، اليوم راح نفتح الحوار مثلما تحدثنا مرارا وتكرارا، هل هذا المعسكر الذي أقيم في الأردن الشقيق بمبادرة وبدعوة خالصة من الأشقاء في الاتحاد الأردني لكرة القدم بإجراء هذا المعسكر لمنتخب ناشئة العراق، هل يلبي الطموح بالنسبة للكادر التدريبي لفريق تأهل إلى نهائيات كأس العالم؟ هذا المعسكر والمعسكرات الأخرى اللي جرت للفريق واللي الحقيقة دخل في البحرين في تونس وألغي معسكر إسبانيا ومعسكر تركيا ومعسكر ماليزيا، هذه الأسئلة سنرميها في ملعب المدير الفني لمنتخب ناشئة العراق الكابتن قحطان كثير الذي يحل ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث وعلى الهواء مباشرة. كابتن مرحبا بك ضيفا كريما وكل عام وانت بألف خير والحمد لله على سلامتك. أهلا وسهلا بك استاذ محمد، تحية لك وإلى مشاهدي قناة الشرقية نيوز. الله يحفظك كابتن، خلينا نكون صريحين، هذا المعسكر يلبي طموحاتك وأنت ستلعب في مجموعة حديدية رغم أنه يعني نقدم الشكر والتقدير إلى الأشقاء الأردنيين اللي وفروا هذا المعسكر اللي يأتي في إطار معسكرات سبقتها في تونس والبحرين والآن الأردن، وإحنا راح نلعب مع منتخبات بعيدة كل البعد عن المنتخبات اللي حضرتك التقيت بها ودياً. يعني بالبدايه نشكر يعني قناتكم اللي دائما هي متابعه المنتخب اول باول. احنا يمكن قبل فتره بدايه الاعداد كاس العالم الاولي قدمنا برنامج وانتم كنتوا يعني قريبين على البرنامج. بوقتها قلنا انه لازم تكون جهود حكوميه لتلبيه البرنامج اللي وضعناه للاتحاد العراقي، لان يعني الاتحاد العراقي عندهم تقشف وما يمتلكون المال لمعسكرات كبيره. الوضع يعني انه الاتحاد ما قدر يوفر المباراه اللي على مستوى عالي، هاي المباراه اجت بديله انه تكون افضل ما انت تروح للبطوله ولا مباراه، لان تعرف البطوله بطوله كبيره، حدث عالمي كبير. مجموعتك صعبه، يعني اختاروا لنا اصعب الفرق. مو اختاروك، هي القرعه. يعني صارت يعني لو تلاحظ اكو فرق مجموعه سهله، مجموعه الهند ومجموعه الاخرى، لكن مجموعتنا المكسيك بطل. هي الحديدية سمعها. الحديدية الفيفا وصفها بالحديدية. كان المفروض يعني نلعب مع فرق نفس الفرق اللي راح تلعب مشابهة في كأس العالم، يكون الأداء أفضل، لكن احنا خلينا نستفيد من الحدث أيضا. الحدث راح يكون به الفريق العراقي الممثل الوحيد للعرب، بفوائد راح تكون، راية الله أكبر راح تكون موجودة، العالم كله راح يشاهد الفريق. نتمنى أن يكون فريقنا مميز من خلال اللاعبين والأداء والمستقبل يكون للكرة العراقية من خلال هذا الجيل. طيب أنت أمام مسؤولية تاريخية، وأني أعرف وأعي جيدا أنت الآن مو بصدد تنتقد وأنت على أبواب كأس عالم، لكن إحنا دائما نقدنا بناء وهادف، وأنت أمام مسؤولية خطيرة لا تمثل اسمك في هذه البطولة، لأن إحنا سبق وأن تحدثنا أنت راح تقود فريق يمثل العراق بشعبه بناسه
بجمهوره بتاريخه، وأنت مثل ما تفضلت راح ترفع راية الله أكبر في محفل عالمي مثل محفل كأس عالم، وهاي المرة الأولى اللي إحنا نتأهل أبطال لآسيا. لكن أنا بصراحة أود أن أستمع إلى رأيك والسادة المشاهدين، ماكو معسكر الحقيقة يبيض الوجه مثل ما يقول أو يثلج الصدور، يعني إحنا راح نلعب مع فريقين من قارة أمريكا اللي هم تشيلي والمكسيك، وراح نلعب ويا إنجلترا، هذا الفريق اللي هو غني بتاريخه بإرثه، يكفي أنه الإنجليز اخترعوا شيء اسمه كرة قدم. فكابتن يعني كيف سنتصرف؟ يعني إحنا الآن خضنا معسكرات وقلنا هذني أفضل من ماكو، لكن هذه لا تلبي الطموح، لا تلبي حتى ما تبحث أن أنت عنه والكادر التدريبي والجمهور العراقي. صحيح، الحدث كبير والوضع يعني تعرف إحنا ايضا لقينا صعوبات خلال فتره التدريب، ما كان عندنا ملعب للتدريب. نعم. يعني فتره اجرنا ملعب الجامعه شهر وبعدها ما قدرنا بسبب انه اكو فرق تتدرب على الملعب، انديه الدوري العراقي. نعم. فالفتره يعني من شهر السادس او السابع لغايه انه ما يعني استلمنا ملعب الافتتاح ملعب الشباب الوزاره قبل يمكن يعني اسبوع او اسبوعين. نعم. فتعرف هاي الفتره الطويله اثرت علينا حتى بالتدريب، تعرف كثرة الملاعب الغير نظامية، اللاعب يتدرب، هاي كلها صعوبات. الصعوبات يعني كانت كبيرة علينا، تحملنا المسؤولية. المفروض كنا نلعب مباريات أفضل، مباريات كثيرة، لكن بعض الأحيان يعني ذهبنا معسكر إلى تونس على نفقة اللجنة الأولمبية، حاولت أن تكون يعني يدخل على الخط اللجنة الأولمبية وزارة الشباب يساعدون الاتحاد العراقي ويكون التنسيق أكبر. اللجنة الأولمبية وفرت لنا مشكورة معسكر بتونس أفضل، يعني لعبنا بمباراتين. بعدها ذهبنا للبحرين بدعوة من الفريق البحريني للشباب، لعبنا بشهر الثامن، بداية شهر الثامن. بعد شهر من شهر ثمانية لغاية مباراة الأردن، هذه الفترة كلها متوقف الفريق. نعم. بدون مباراة تجريبية. كنت أتأمل يعني عندنا معسكر بأوروبا بإسبانيا. نعم. اللغة لأسباب إدارية، حاولنا البديل بتركيا أيضا اللجنة الأولمبية اللغة، حاولنا بماليزيا اللغة. شو السبب الإلغاء كابتن؟ والله أنا كنت يعني قريب على السيد جزار السهلاني وأنطي الأوراق وأنطي كذا وأول مرة اللغة وبعدها وما عرفت شنو الأسباب لحد الآن، يعني أسباب إدارية بعض الأحيان، أسباب بالتوقيتات بين يعني سفرنا، وبقت هاي الأمور معلقة لهاي الفترة. بالأخير أنه وشنو علاقة جزائر السهلاني بالموضوع؟ مو اللجنة الأولمبية اللي راح توفر لنا المعسكر، يعني طيب. معسكرين موفرين لنا. نعم. فهو اللي أنا أروح أراجع، لأن بعض الأحيان أنه السيد سرمد عبد الله ما متواجد، لأن الكابتن رعد حمود يوفر لنا معسكرين يعني، بس المراجعة يكون عند وفر معسكرين؟ هم أربع معسكرين، المعسكر الأول. نعم. اللي هو في تونس والثاني في إسبانيا. إسبانيا. وإسبانيا اللغة. إسبانيا اللغة. يقال إنه السبب الغاء أمني. يعني هم يقولون الأوضاع الأمني، ردنا البديل على أساس إنه. بس الدوري موجود ودا يلعبون وشغلات هذه. يعني ما أعرف إنه الأسباب، المفروض كان يكون معسكر بديل على عموم اللغة المعسكر، فإحنا كمدرب ما أقدر أبقى أنا مكتوف الأيدي. جينا. أنت طرقت حتى أبواب الاتحاد، قلت لهم أريد معسكر داخلي 10 أيام. حتى علق للولد اهيئهم قبل السفر. صحيح. الاتحاد رفض. ما عندهم فلوس، ما عندهم يعني المبلغ اللي. نعم. نقدر ندخل به، لان ظروف الاتحاد حقيقه انا يعني قريب على الاتحاد، وانا اكثر من مره خاطبت المسؤولين، خاطبت رئيس الوزراء، خاطبت حتى الوزير الشباب في وقتها انه يكونون قريبين على المنتخب، وعلى الاتحاد ما عنده فلوس. طيب فانت من خاطبتهم شنو كان الرد؟ هاي يعني هاي الامور اللي صارت، ماكو معسكر داخلي ما قدرنا نوفر. هسه يعني احنا اليوم من البطوله بعد لها 15 يوم نجي نرجع على الماضي، هذا فشيء صعب، اصبح من الماضي، لازم نعمل للحاضر اليوم، لان احنا انت متواكب مع الحدث والاخوه الاعلاميين الاخرين ويعرفون اول باول. احنا ما نقدر يعني نلوم شخص، لان اللجنه الاولمبيه مشكوره وفرت لنا المعسكر، فقلت لك البديل رجعت يعني ما عندي بعد لا حول ولا قوه. قبلنا هاي الدعوه من الاخوه الاردنيين نلعب مباراتين، ارد اشاهد الفريق، تعرف التدريب. نعم. ما يكفي، المباريات بها شده عاليه 100%، واللاعب راح يدخل يعني نقدر نصحح. البارحه انت كنت قلق في الشوط الاول من المباراه وكنت غير راضي،
عموما، ربما هذا السبب هو سبب توقف اللاعبين، عدم جمعهم، عدم اجراء مباراه خلال فتره شهرين، يعني هي هاي اللي اربكتك شويه اللاعبين؟ لا، احنا عندنا المباراه الوديه، انا ما اهتم للنتيجه، اهتم انه اعد فريقي للبطوله، يعني النتيجه ما تهمني. لعبنا بالشوط الاول، يعني عندنا تعرف بطوله كاس العالم لازم انت تتهيئ لها من المباراه التجريبيه. لعبنا بطرق معينه، الشوط الثاني قدرنا نغير، نلعب نضغط للامام، تعرف يعني الفريق لازم يتدرب على الاسلوب اللعب بالتدريب وبالمباريات، فتعرف الفتره طويله كانت، وكل لاعبين من 3 اشهر اول مره يلعبون كانوا عندهم مصابين، كل لاعبين ما التحقوا، فهذه سببت لنا ارباك، يعني حتى بالعراق ما قدرت العب اي مباراه وديه هاي الفتره، فان شاء الله قلت لك من خلال هاي المباريات مباراتين مع المنتخب الاردني، وطلبت من السيد رعد حمودي التقيت به حقيقه مشكور، مباراتين مع منتخب سوريا على نفقه اللجنه الاولمبيه، لان الفريق السوري والفريق العراقي يحتاج لمبالغ، فنادق ملعب البصره راح تكون، وافق يعني مشكور السيد رعد حمودي، والحمد لله افضل ما انت يعني تكون تروح بلا مباراه، راح تلعب مبارتين قبل السفر الى الهند يوم 11. كن صريح معي وانا عهدتك صريحا، هذه مو حلول ترقيعيه بالنسبه لفريق يلعب في كاس عالم؟ المباراه مو على مستوى عالي، يعني كنت اتمنى تكون المباريات افضل. لكن المدرب يقدم يعني المنهاج مالته ويبقى الباقي على وما تبقى ولا شيء من المنهاج اللي انت قدمته، وبالتالي انت الان امام مهمه صعبه وربما انت ستتحمل مسؤوليه تاريخيه. هو تعرف يعني المنهاج المفروض يدخلون به اكثر من شخص صراحه، احنا مو يعني ما ندخل اللوم على رئيس الاتحاد. لا، رئيس الاتحاد عنده لجنه فنيه اكيد، واللجنه الفنيه ايضا لازم تنطي الحلول، وايضا اعضاء الاتحاد يعني هم احنا ما نقول انه اللوم، لان تعرف كل مدرب وكان عندنا مشرفين بعد تعرف الاحداث اللي صارت، المشرفين يعني ابتعدوا علينا، وهاي انا من وجهه نظري ابتعاد مشرفين الاتحاد عن المنتخب عن المنتخبات خطا كبير. نعم، لان كان حلقه وصل المشرف الاتحاد بيننا وبين السيد رئيس الاتحاد، لان السيد رئيس الاتحاد عنده مشغول بامور الدوري، مشغول بامور طيب المنتخبات. وين المدير الاداري؟ شو ماكو؟ لا، المدير الاداري بقى يكمل الاجراءات ببغداد. ايوه، الكابتن جليل؟ اي، لان احنا عندنا الفيز وننتظر التجهيزات طباعه، فيعني فضلنا ان يكون متواجد في بغداد، تعرف لازم يكون العمل ب يعني يكون تعاون بين المدير الاداري وبين المدرب بين الاتحاد، لكن انا اقول لك على مشرف اللي هو عضو من الاتحاد. نعم، تعرف هو من كان يحيى كريم. يحيى كريم، وكان يعني تسهل الامور، تعرف تقدر تتصل به مباشره، هو يقدر بدوره يتكلم مع اللجنه الفنيه. ليش الان اكو معوقات تواجهك الان في طريق ايصال؟ انا لو عندي مشرف يعني لو لا يعني تعرف بعض الاحيان رئيس الاتحاد مسافر ما بتفرغ. نعم، من موجود مشرف، والرجل يعني السيد رئيس الاتحاد حقيقه من موجود الفلوس وموجود ما يقصر، يعني يبذل الاموال كلها في سبيل الاتحاد. الفتره السابقه ساعدنا بعلاقاته مع دول الخليج مع قطر، سواء معسكرات مجانيه، فيعني هو ايضا مضغوط والفلوس ماكو، فكنت اتمنى يعني من لجنه الشباب والرياضه بالبرلمان، كنت اتمنى من ايضا يعني وزاره الشباب حاليا مشكوره اعطتنا 50 مليون، يعني هسه حاليا بعدنا اصلا ما مستلم 100. نعم، يعني تعرف اليوم احنا الوقت متاخر، يعني لو الفتره السابقه متعاونين كنا. شو راح تسوون هاي ان استلمتوها ال 50 مليون اللي هي 36 الف دولار؟ شو تسوون؟ هو السفر مال الاردن، يعني الاخوان جابوا يعني سلفه من المبلغ. بس انتم بضيافه الاشقاء الاردنيين الأمر. يعني اتصور ما اعرف البطايق وغيرها ومصرف الجيب وهذا اللي راح يكون، انا ما اتدخل بالامور الماديه، هو تعرف الاتحاد. بس الامور الماديه الحقيقه عامل مساعد لتهيئه اللاعب نفسيا، لان هذا لاعب بهالعمر هذا من اكو دعم مادي واكو اهتمام واكو اتصال واكو راح يلعب، لكن انت الان يعني انا اتحدث يمكن لان هذا المنتخب انا اتشرف انه كنت قريب منه من بطوله كاس العرب وكنت قريب منه وبعدين غرب اسيا وبطولات كثيره، وبالتالي هذا الفريق احسه والله بهذه الامكانيات البسيطه لكن يحقق نتائج، وهاي طبعا تجير لحضرتك، تجير للاعبين، تجير للكادر التدريبي المساعد، وتجير ايضا للاتحاد اللي يحاول ان يعمل وفق الامكانيات الموجوده. لكن المشكله اكبر كابتن، يعني ربما هذا البرنامج
يمكن إذا أردنا نتحدث وننفتح بالحوار راح نروح ونقول مشكلة الحكومة العراقية، مشكلة مسؤولي الدولة العراقية، لأنه الاهتمام بقطاع الرياضة وبالتحديد في منتخب متأهل لكأس عالم وتتغافل عن الجهود والدعم، هاي كارثة. يعني هسه أنا أريد أقول لك شغلة وربما ما أريد أضوجك، يعني كل المنتخبات المتأهلة لكأس العالم ومن ضمنها الهند، الهند مع اعتزازنا واحترامنا، الآن أنا متابعهم معسكريهم بإنجلترا، صحيح. المنتخبات الباقية دي تلعب مباريات على قد من الأهمية والاهتمام والمعسكرات وزين احنا دي نمثل العراق ونمثل عرب آسيا وأبطال للقارة الآسيوية، وإحنا الآن هذا الدعم. هذه قضايا لازم نتحدث بها كابتن قحطان. والله هو تعرف أنا كمدرب قدمت المنهاج، طرقت كل الأبواب ويعني كنت قريب، يعني بعض الأحيان أصبحت يعني أمور الإدارية تدخل بها أكثر من التدريب. نعم. يعني الفريق تعرف هاي تشغلك طبعا. إيه طبعا تشغلني. نعم. لكن يعني ما بليت حيل، أنا كنت أتمنى يعني من الحكومة يعني فد كان مبلغ أو يعني منحة التفاته. يعني تعرف إحنا بعض الأحيان نسوي مباريات، يعني تعرف إحنا لو تعبانين على منتخبنا هذا ورايحين بكأس العالم أفضل حتى من المباراة اللي تريد ترفع الحظر عنها، ممكن أنت من خلال وجودك بكأس العالم وتحقيق نتائج ووجود راح تجي مسؤولين كبار يعني رئيس الاتحاد الدولي والآخرين من راح يشاهد الفريق على مستوى، وتعرف المعسكرات والمباراة التجريبية اللي ترفع من مستوى الأداء، هذا راح تنطيك فد يعني فد حافز لتحقيق نتائج أفضل. أنت تعرف لو صعدنا الدور الثاني هذا راح يكون حدث كبير للمنتخب العراقي، فكنت أتمنى يعني يعني مثل ما ننظم نقدر مباراة دوري أو مباراة الأساطير أو غيرها نقدر بالمناسبة كابتن قحطان، هذا المنتخب هو لبنة الكرة العراقية لكأس العالم 2022، يعني ها يفترض الناس اللي تخطط هيك، لأن هذا الفريق أخذ آسيا ناشئين، هسه هو منتخب شباب بعد سنة أو سنتين يصير أولمبي وراه يصير وطني. بدأوا يعني هسه عندنا من كأس العرب عندنا 3-4 لاعبين منتخب وطني، صفاح، أحمد جلال، الآخرين اللي كانوا معنا ب 2014. اليوم احنا ب 2017 عندنا محمد داود وابراهيم بايش واغلب اللاعبين ومحمد رضا، يعني 10 ل 12 لاعب مطلوبين بمنتخب الاولمبي، وبالمستقبل انا اقول لك بعد يعني يمكن سنه اللاعبين كلهم يلعبون منتخب وطني، لاعبين على مستوى عالي وفكر عالي. فيعني الحمد لله احنا قدرنا بهاي الظروف الصعبه نخلق لاعبين وانتاج، يعني التدريب الغامم تدريب الناشئين هو تحقيق النتائج، والمهمة الأكبر يعني هو تخريج لاعبين إلى المنتخبات. نعم. الحمد لله يعني عندنا اليوم لاعبين على مستوى عالي. قحطان، وصلت إلى قضية في داخلك ألعب وهذا الموجود؟ لا، أنا بالنسبة لي كمدرب يعني ما أحب الخسارة، فراح أدخل للبطولة يعني إيه، بس راح تدخل وأنت ما متسلح، ما متسلح بالمباريات اللي تأهلك أن تقارع إنجلترا وتقارع المكسيك وتقارع تشيلي مع الاعتزاز بقدرات لاعبينه اللي أتمنى لهم موفقية والنجاح. لكن الآن كرة القدم تخطيط، صحيح. إحنا لحد الآن ترد نعزف على معزوف، أصبحت يعني الحقيقة في خضم التطور الآن الغيرة والعراق يا أخي هاي كلها على عيننا وعلى رأسنا، كنا نحب العراق وكنا بلدنا، بس يا جماعة ترى كرة القدم تخطيط، كلها عدا غيرة ما يعني العراقي عنده غيرة، بس الغيرة شي يسوي إذا ده يلعب أمام فريق معد أوروبيا ولاعب له 20 مباراة ومتهيئ لك والتغذية صحيحة والتدريب ماله بملعب بكل المواصفات، هو الاثنين يوقلون من الملعب التاجي الملعب الشباب الملعب مدري وين، وهذا الرجال يعني لست بالدفاع عنه ولكن بسيارته يركض بالله، ماكو شيء منطق. ترى يا جماعة الخير، يا جماعة إذا أردنا أن نرتقي بكرة عراقية برياضة عراقية، إذا أردنا أن نرتقي بنتائج ونخطط ونصبح في عداد الدول المتطورة، فعلينا بالتخطيط السليم، فعلينا بالإعداد المنهجي الصحيح. ما يصير نشتغل كل واحد بكيفه، على قولة جماعتنا وهن فزعة، يلا يا شباب خلنا نركض، يلا عندنا ماكو شيء. ترى البطولة، هذا الفريق اللي أرجع وأقول هذا الفريق يعد إلى كأس العالم 2022، فشلنا بكأس العالم 2018، فشلنا وطلعنا والله يجازي اللي كان السبب اللي خسرنا وطلعنا، زين. لكن الآن إحنا لازم نخطط لبعد 4 سنين. ليش إحنا ما نعرف بعد 2 أو 3 إيش راح يصير؟
هذه هي المشكلة اللي احنا نتحدث عنها. كابتن الآن نتحدث عن معسكر الأردن في الدقائق المتبقية من البرنامج. أنت فزت على منتخب شباب الأردن بمباراة، بالشوط الثاني الفريق العراقي ارتقى وعاد إلى أدائه. رأيك العام بالفريق خلال هذا المعسكر والمباراة الثانية اللي راح تخوضها؟ يعني هو معسكر قصير، يمكن مدته من يوم 14 لغاية 19 العودة تكون للعراق، مبارتين. السبت لعبنا يوم 16 ويوم 18 راح نلعب المباراة الثانية. الفريق الأردني فريق جيد، قلت لك يعني استفادينا، وراح نزج بالمباراة الثانية أيضا بعض اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الحقيقية، لأن احنا نفتقد إلى المباراة التجريبية. الحمد لله يعني عدنا فوائد من هاي المباراة، درسنا يعني اللاعبين والأخطاء اللي حدثت بالمباراة. إن شاء الله يعني قلت لك ندخل بجاهزية إلى يعني كأس العالم بعد مباريات سوريا، وندخل على التشكيل النهائي للمباراة الأولى اللي راح تكون صعبة مع المكسيك. المعسكر بفائدة، المباراة بها فائدة، لأن لعبنا مع منتخب قلت لك قوي، طبقنا الأسلوب اللي ريده بالشوط الأول. الشوط الثاني أيضا كان عندنا أيضا أسلوب ثاني باللعب، والحمد لله نجح الفريق بالشوط الثاني. طيب، هل بالإمكان أنه حسب ما افتهمنا من السيد يحيى صغير رئيس البعثة العراقية لمعسكر الأردن، بأنه بالإمكان أن نقيم مباريات عند وصولنا إلى الهند، لأن راح نوصل قبل 10 أيام؟ لا، فبالإمكان نسوي مباريات. أكو خال في بالك؟ مباراتنا الأولى يوم 8 مع المكسيك، 8-10، راح نوصل يوم 2، يعني فرق 6 أيام. المباراة تحبذ تسوي مباراة؟ هذه المباراة الودية لازم يكون اتفاق بين فريقين، يعني العراقي أو أي فريق متواجد، وبعلم الاتحاد الدولي فيفا. نعم. فلحد الآن ماكو، يعني إحنا ذاك وفريق مخاطبة أو تكون مراسلة بيننا وبين الفريق، لازم تتحدد يعني مباراة تكون لو يوم 3 أو يوم 4. نتمنى أن يكون هذا الشيء موجود. نعم. طيب كابتن قحطان، الآن الجمهور العراقي بماذا توعده، رغم أن الوعود صعبة في كرة القدم، لكن وفق الآلية المتاحة ووفق المعطيات الموجودة على أرض الواقع واللي تحدثنا فيها أنا وأنت للسادة المشاهدين عبر الشوط الثالث، بماذا يتحدث قحطان كثير؟ والله أول شيء التوفيق من رب العالمين. إحنا راح يعني راح نعمل ونجتهد، واللي راح يصير تعرف بعد. أنت أكو ظروف مباراة قد تخدمنا، لكن إحنا كعمل راح نعمل، حتى أنت مثل ما قلت هي مو فزع كرة القدم، علم وتخطيط. إحنا راح نعمل على إنه نعد الفريق من جميع النواحي، النفسية والفنية والتكتيكية، نوظف اللاعبين بصورة صحيحة، وتبقى الباقي يعني بيد رب العالمين. لكن إحنا ما راح نرفع الراية البيضاء ولا راح نستسلم، راح نكون فريق عراقي حاصل على أمم آسيا، مسلح بالقوة والعزيمة والثقة بالنفس. أيضا اللاعبين لازم تكون عندنا ثقة، يعني قلت لك الباقي هو على رب العالمين. لكن إن شاء الله الفريق راح يكون صعب بالبطولة، رغم أنه المجموعة صعبة جدا. أكيد أكيد، هذا ما نتمنى كابتن قحطان. دعانا القلبي لحضرتك وللفريق العراقي أن تظهروا بالمظهر اللي وعدتونا به. أنت دائما مصدر أمل وبسمة وبشرة للكرة العراقية عبر هالمنتخبات اللي قدتها حضرتك. أتمنى لك الموفقية والنجاح كابتن قحطان. أشكرك أستاذ، وأنا أشكرك لوجودك معي في الاستوديو. أشكرك أستاذ، وحقيقة برنامج مالتك داعم منه، وأشكر قلت لك جميع الإعلاميين اللي ساندوا المنتخب العراقي إن شاء الله. مشاهدينا الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي كانت مخصصة في جزءها الثاني إلى معسكر منتخب ناشئة العراق الجاري في العاصمة الأردنية عمان، وأيضا المباريات التجريبية استعدادا لكأس العالم، اللي أتمنى حقيقة عبر منبر برنامجنا أن ينال هذا المنتخب الدعم الكافي، رغم أنه الوقت شارف على الانتهاء، لكن مستقبلا الرياضة العراقية، النجوم الرياضيين العراقيين بحاجة إلى دعم مالي وإداري ونفسي حتى نرتقي برياضتنا إلى ما نتمناه ويتمناه الجمهور العراقي. مشاهدينا الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي أمل أن نالت رضاكم. أنقل لكم تحيا زملائي العاملي في القسم الرياضي في استوديو البث في الكنترول، وأيضا زميلي مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. إلى يوم غد حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث، حتى يوم غد أقول لكم في مالا. كابتن شكرا جزيلا.